نعم. رسالة من عندنا إلى السيد هادي العامري، مثل ما سيد مقتدى جمد ربعه سحب ربعه، أسحب ربعك الله يستر عليك. تيلي على المنطقة، المنطقة منو مسيطر عليها؟ المنطقة بيد من؟ المعابر بيد من؟ المنطقة بيد بدر، ديالة بدر، لكن أهو بدر إلهم حلفاء. زين هسه وآن الأوان المقتولين ربع بدر، القائد العام للقوات المسلحة. هسه المقتولين جماعة بدر، ما أفتهم. هي هاي المشكلة. زين المنطقة البدر والشبانين مو بدر. أكو دي يصير. إيه. إذا لم تكن بدر قادرة على مسك الأمن كما حصل مع التيار الصدري، اليوم التيار الصدري أعلن انسحابه تجميد لشاطئ، لأنه حتى لا تختلط الأوراق ميدانيا، أنت صاحب التأثير الأكبر حزبيا هي بدر في دياله. إذا لم تستطع أن تنفذ مهاب في إسكات هذه الفتنة، انسحب واترك اترك المسؤولية أمام الجهاز الأمني والعسكري، خليه هو يتصرف. ولذلك يا دكتور إذا حصل أحمد خللا في المؤسسات نعيد تنظيمها ونعيد توازنها. يا دكتور أحمد، نعم. رسالة من عندنا إلى السيد هادي العامري، مثل ما سيد مقتدى جمد ربعه سحب ربعه، أسحب ربعك الله يستر عليك، جمد نشاط ربعك الله يستر عليك، بلد راح خلينا نعرف من ورا دياله، خلينا نعرف من بده يعبث بالساحه، حتى لو انتم متهمين لو انتم ابرياء، حتى نعرف الكتال. احسنت. سيد هادي العامري، منظمه بدر، اطلعوا خلوا الجيش يشتغل، خلوا الدوله تشتغل، خلوا رئيسكم يشتغل، هاي مو حكومتكم. اطلعوا سيد مقتدى سحب ربعه وانتم سحبتوا ربعكم، حتى اللي يظل ذاك الوقت جهاز مكافحه الارهاب الشيله ويا دولة الرئيس حتى الحكومة المحلية شيلها حتى نعرف وين صار الأمور. نعم دكتور أحمد. نعم، هذه قضية إنفاذ القانون، هذه ضرورة في منطقة باتت تهدد السلم الأهلي، وتفعيل دور المؤسسات هو ضامن، لأنه الآن إحنا هذا الإرباك السياسي والتداخل السياسي في كثير من الأحيان يؤدي التدخل السياسي إلى خلط الأوراق على المؤسسات، والمؤسسات لا تجيد أداء دورها في ظل ضغط سياسي. بما أنه الآن احتمالية خروج ديالة عن السيطرة بات متوقع، فيفترض أن يجري تنظيف الميدان، تنسحب الأجنحة المسلحة للأحزاب حتى تأخذ المؤسسات دورها، لأن المؤسسات لا تتحرك إلا ببعد قانوني وفيها لوائح وقوانين صارمة ناظمة لأمورها، ثم يفعل الجهد الاستخباري بخلية أزمة. ضروري جدا أن تكون في ديالة الآن تشكل خلية أزمة. طيب طيب، يشترك بها أولا وزارة الدفاع، ليش؟ قلنا خط تماس حدودي، والدور الوظيفي لوزارة الدفاع هي مسك الحدود حتى نسد هاي الثغرات اللي منها قضية التهريب وأبعاده. بالمناسبة التهريب هو ليس قضية جنائية اقتصادية، هو انتهاك لاقتصاد العراق، لا، هذا تهريب للمخدرات. طيب أنا أشكرك. ولذلك أنا أقول أنه خلية الأزمة، وزارة الدفاع تمسك الحدود عن إذنك، وزارة الداخلية أن تنبري لمسك الأرض عبر الشرطة المحلية ومدعومة بالاتحادية. ليش أقول المحلية؟ المحلية من السكان المحليين، خلي ننوعهم حتى كل من يأخذ دوره الوطني. تعال انت من العزه، تعال اوقف بصف الشرطه اللي من الادليم، وشوفونا منو دا يلعب بساحتنا بهذه الطريقه حتى يعبث بامننا. نعم. بعدها نجيب الاجهزه الاستخباريه، الامن الوطني وجهاز المخابرات. هسه المخابرات يقول لك ما هو ضمن التهديدات العابره للحدود. نعم، هناك يد عابثه عابره للحدود تتدخل ببلدنا. طيب. هؤلاء يجتمعون كفريق وطني لإيجاد الحلول، والسيد القائد العام للقوات المسلحة يفترض أن يكون بالإمر المباشرة لهذه الخلية.